زي ما فرقتنا بتستعد وبتتمرن كل يوم في المغرب عشان ماتش يوم الاثنين، جماهيرنا كمان بتسخن وبتتمرن وبتستعد لمواجهه يوم الاثنين ان شاء الله نهائي دوري الابطال، دور تاريخي باذن الله ننتظره من كل جماهير النادي الاهلي اللي هتحضر، كانوا 10 او كانوا 10,000، نفس الدور التاريخي اللي تعودت جماهير النادي الاهلي انها تقوم بيه وتلعبه في كل موقف او كل مواجهه او كل مباراه صعبه للنادي الاهلي، منتظرينه باذن الله. والرجاله اللي هناك دول ان شاء الله هيشرفونا زي ما باذن الله رجالتنا في الملعب هيعملوا اللي مطلوب منهم، هيعملوا اللي عليهم مش اكتر من كده، مش مطلوب منكم اي حاجه غير انكم تقدموا اللي عندكم وتلعبوا كورتكم وتقدموا واحده من افضل 90 دقيقه هتلعبوها على مدار الموسم ده، واحنا قابلين باي نتيجه ايا كانت. انا قلت قبل كده انه الالف من جماهير النادي الاهلي اللي بتحضر وتشجع وتساند في المدرجات زيها زي 2000 3000 5000 من اي جماهير فريق تاني، وده طبعا لعيبه النادي الاهلي وهي بتحييهم في ثالث ايام التمرين في المغرب في كازابلانكا.